بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. آه, نبدأ آه, الآن بتسجيل آه, محاضرة جديدة عن الـ Planning with the Experience، آه, الشابتر رقم أربعة. وهذا الشابتر آه, مهم جدا وممتع جدا أيضا Adaptive Incremental State Value Setting uh, and Planning in Blocks 4. هذول الموضوعين الرئيسيات راح يكون موضوع هذا الشابتر ونبدأ بالـ constant value setting problem a clear problem in minimax algorithm is that opponent can change his strategy and decrease the game value what if we can adapt the state value based on the opponent's strategy يعني uh, الآن بمعنى uh, في الـ minimax algorithm احنا في استراتيجي للبلايرز واحد بيحاول يعمل مينيمايزيشن لللوز واحد بيعمل ماكسمايزيشن للوينين الان الأوبيننت بده يحاول انه يقلل فرص الطرف الثاني وبالتالي هل ممكن نستفيد السؤال هل ممكن نستفيد من استراتيجيه الأوبيننت او, أو الطرف المقابل في التعلم للاستيت هون الفكرة بمعنى آخر أه ممكن إحنا أه ما نمشيش في الدبث كلياته خصوصا لما تكون الجيم طويلة يعني دبث ليميتد ميني ماكس طبعا لما نقول أه at state s choose action resulting in v mini max of s of d max وهون ممكن نعمل Choices بالاعتماد على الايجنت او بالاعتماد على الOpenant وممكن نعمل Evaluation Function اللي يحسب لنا what is the, يعني خلينا نقول الستيت الحالية ممكن تعطينا Chance او Probability او Prediction انه upcoming State الأفضل مين الأفضل مين المينيم مين الماكس فالآن ممكن احنا نعمل updating للـ هذا ممكن نستخدم بعض الـ 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 ال ال maximization of the successors of limited depth، أو ممكن نستخدم evaluating function. In order to approximate, compute the minimax value, we use depth limited search, where we compute the minimax of s d max, the approximate value of s, if we are only allowed to search at most depth d max. يعني مسموح لنا احنا نعمل searching لغاية عمق في الشجرة أو في المينيماكس لغاية Depth دي Dmax. دي Each time we hit D equals zero, we invoke an evaluation function. عندما نصل لعمق معين، خلاص كملنا العمق المطلوب. معناه بدنا نعمل evaluation function which provide fast reflex. way to assess the value of the game at state S. طبعا لما نصل لهذا العمق، بدنا الآن نعيد الحسابات. على اساس انه راح نبدا من عند الستيت اس ونكمل للامام على سبيل المثال وي مي ادابت اهاند كرافتد فانكشن فور ذا تشس مثلا الايفالويشن اللي هو راح يكون الماتيريال الموبيليتي الكينج سيفتي السنترال كنترول هذول الاشياء اللي راح ناخذهن في عين الاعتبار لما نحرك قطعه من مكان الى مكان على الشيس. الماتيريال شو المادة اللي بدك تحركها، الحركة اللي بدك تقوم فيها، هل الكينج راح يكون سيف ولا لا؟ والسنترال كنترول اللي هو الـ 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 خلينا نقول البروبابيليتي انه ذيس از جود اور نوت ممكن او نقطة التحكم المركزية اللي راح تتحكم فيها بعد الحركة هاي. الموبيليتي الماتيريال لها معادلة والموبيليتي لها معادلة. This is an evaluation function. We can also learn the evaluation function from data. temporal difference A temporal difference can be used to propagate state values incrementally while playing. A temporal difference معناه انه الستات القادمه ممكن تعتمد على الستات السابقه وبالاعتماد على learning rate اللي هي بنسميها gradient learning rate. Simple gradient update can be adapted While we are playing, we change the value of the state in which we find ourselves during the game. يعني احنا الان في current state عملت ايفالويشن الان في ليرنينج ريت حتى اطلع للستيتس القادمه لازم استخدم الكرنت ستيت والاب ستيت مضروبه في الليرنينج ريت وهذا مثال على هذا الكلام على سبيل المثال على سبيل المثال في الاكس او بروبلم انا عندي الستيت هاي وعندي هون البروبابيليتي الفاليوز للكرنت ستيت وهنا للايفالويشن Uh, learning اور gradient للكرنت ستيت التالي الآن الابكمينج ستيت كيف ممكن اعدلها طبعا الفي اوف تي الفي اوف تي الايكوال الفي اوف تي القادمه الفي اوف تي الجديده بتساوي v of T في اوف تي القديمه زائد اوف ساي اللي هي الليرنينج ريت مضروبه في الابكمينج ستيت ان تايم ناقص previous ان تايم مطروحات من بعضهن وبالتالي لو جينا نحسب مع بعض خلينا نحسب مع بعض باستخدام الكالكوليتر لاحظوا الـ, الـ upcoming مثلا أنا في الستيت في الستيت هاي كنت مثلا وبدي أحسب الستيت القادمة تمام أو أعمل ابديت إذا كنت بالستيت هاي شو البروبابيلتي للستيت القادمة لو كنت هون شو القادم لو كنت هون شو القادم الآن لاحظوا الآن إذا كنت هون القادم اللي هو في تي بلس 1 اللي هو بوينت 4 ناقص ال current 0.5 which is equal to 0.25 لأن مضروب في learning rate ضرب 0.63 واللي بيساوي هاي القيمة زائد زائد القديمة اللي هي 0.5 which is equal 0.515 1 2 طبعا هون هاي الاب كامينج الاب كامينج الان الاب كامينج ستيت اذا كنت انا موجود هون آه كيف الستيت هاي كيف راح يكون ال ال الفاليو تاعها او الجريندد الستيت فاليو او الابكمنج ستيت فاليو الها تمام وهذا ينطبق لو كنت هون لو كنت هون كيف ممكن احسب اللي قادم وهكذا طيب طبعا هون ال1 ستيل 1 اذا كنت هون رح يصير عمليه ابديت ثانية لاحظوا طرحت بالزمن اللي قادم ناقص الزمن الحالي مضروب في الليرنينج rate طبعا هون الحالي او الستيت الفاليو او الحاله للستيت القادمه طيب نرجع لموضوعنا هون نفس الشيء هذا في حاله learning rate كانت 0.63 لان لو غيرنا الليرنينج rate ل 0.72 بنلاحظ انه القيم اختلفت لأنه learning gate what will update the values adapting gradient with the state value طبعا هذا learning gate النسبة بتعتمد يعني على طبيعة المسألة وهي معامل ضرب لحاصر الفرق بين بالزمن بين the two states قادمات we come to conclusion that informed search method tends to be much better than uninformed ones هاي حقيقة اللي معانا إذا بنقدر نعمل prediction للأبكاومنغ ستيت هذا بكون ممتاز الـ informed search method must target a state value for follow لازم تتبع قيمة معينة heuristic حتى نصلنا للغول state value can be estimated using heuristic value setting minimax, depth-limited minimax, or gradient state update إذا depth depth-limited minimax لغاية depth معين و minimax أو gradient اللي هي بالاعتماد على learning الآن في عندنا ما يُسمى بالـ Temporal Difference State Value Settings، الـ Temporal Difference State Value Settings معناه، given episodes of generated actions represented as a state، action, reward، state، action and reward. state، action reward، state، action reward، state، action reward،, state, action, reward. State, action, reward. إذن state الحالة، شو الأكشن action راح يصير، شو الـ reward. we can adaptively update the value setting using temporal difference principle. having the value setting, we can even derive the policy for ourselves and even for our opponent. by agent v, the state, and uh, with uh, uh, w and s with w, the opponent to the agent, the maximum value of all of all successor of us and A of our the problem where A belongs to the actions of us. A belongs to the actions of us. بالنسبة للأجنت. بالنسبة للأجنت, maximization. Minimization we can act up on the policy on hand, then we can have different episodes to learn from. Then, generally, generally, we would include rewards as a successors of SA, but in games, all the rewards is at the end. So, RT equals 0 for T, and, and RN equals utility of SN. Given an episode, S0, state, action, and reward, state one.

في عندنا action وفي عندنا reward بيناتن من S0 ل S1 مثلا إذا we have to update المعادلة كيف رح تصير؟ on each uh, ال SAR اللي هي ال state action reward and S برايم we update V of S as the following V of S capital this is the new equal V of S the old plus alpha في R plus of Psi star V of S برايم minus V. of us. For example, for example, having the following XO sequence of states along with their values, مع القيمة تاعتهم. Assume learning rate. هاي learning rate اللي هي 0.76 and discount factor. Discount factor عشان أنا قديش بتجه باتجاه new state قديش راح يكون في discount بالاعتماد على 98% of side. what will be updated values adapting temporal difference based state value updated with each move assume all rewards are minus one except for the actions leading to the goal state with respect to x player الآن بالاعتماد على المعادلة السابقة اللي هي V of T so V of T زائد إيتا star R زائد جاما في V of T plus 1 minus V of T وبناء عليه عندك الفي اوف تي بلس 1 مثلا كنا هون هاي الفي اوف تي بلس 1 وهاي الفي اوف تي طرح مضروبات في جاما الجاما اللي هي 98% زائد الار اللي هو راح يكون ماينس 1 والفي اوف تي الحاليه اللي هي 0.5 زائد الاي تي اي اللي هي ايتا اللي هي ليرنينج ريت راح تطلع عندك القيمه المطلوبه اللي هون اذا كنت هون راح تطلع عندك القيمه التاليه وهكذا تقدر تعمل ابديت للفاليو لكل قيمه بالاعتماد على الجاما والايتا الجاما اللي هي decreasing ريت والريتا اللي والايتا اللي هي learning rate طبعا هون المقصود اني انا ربطت عملت heuristic بيعتمد على قديش الليرنينج اللي بيطلع من كل state و قديش مقدار ال الحركه باتجاه A new state. الحركه هاي اللي هي بنسميها الديسكاونت فاكتور الان بصير عمليه temporal difference هذا temporal difference mainly in these two states اذا غيرنا learning ريت وغيرنا الديسكاونت فاكتور بنلاحظ تغير القيم ايضا نلاحظ تغير القيم اكيد لانه كل uh, كل ما تغيرت القيم كل ما صار طبعا بتتغير الـ الـ of the upcoming state. الآن بنيجي للـ planning. الـ planning ااا uh, بنبدأ في الـ blocks world the real world is incredible complex and chaotic place however يعني بقول لك إنه العالم هو عبارة عن مكان معقد ومكان uh, uh, مزدحم Considering all of these fine details can obscure the detail of how planning and other tasks is done. Yani, and robot, robot have a objects or ila Can I put a plan uh, or set an algorithm, like Rita algorithm, for example, to move these objects from one place to another? By looking at every detail, one answer might be to eliminate all uh, messy details by constructing a very simple word in which the planner can operate. The attention can be focused on the core problem, the construction of the plan. One such simplified word as played a part in the development of AI system, it is usually known as a block word. block word was used as an environment for early natural language understanding system and a robot blocks are closed الان احنا بنحط ما يسمى بالستريبس الستريبس اللي هي language من من او حركات بنستخدمها لتحريك البلوكس عبر الروبوت blocks word is a tiny word compromising an infinitely large flat table عندنا طاولة وعليها بوكسز وبدنا بعض الأحيان نركب هذول البوكسز فوق بعض أو ننزلهم أو ننقلهم من مكان إلى مكان بناء عليه في عندي حركات إذا هاي عندي طاولة وعليها مجموعة من الصديق A, بي و C ال B فوق C وال لحالها فوق بي ما فيش إشي فوق A ما فيش إشي الآن بدي أعمل لهم ستاكينج Planning in blocks words means deciding the steps required to move the blocks from an initial configuration the start state to another configuration the goal state أنا هاي ال initial state اللي هي وبدي أخليهم هون على الـ B بناءً عليه في عندي some predicate ممكن أنا أستخدمهم predicates معناها حقائق حقائق ااا والحقائق هاي ممكن تكون ترو اور فولس الان إذا uh, وفي uh, 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 عندي some commands ممكن استخدمهم مع الروبوت مثل pick up put down stack، stack معناه حط فوقي بعض، unstack معناه شيله من فوقيه، on يعني فوقيه هل هو on table and hand empty clear x معناه uh, x ما فيش فوقيها ولا شيء. describe the initial state and the goal state of the following. إذا بدنا نعمل description ل ستيت State الآن آه, راح يكون عندي آه, خلينا نشوف Initial State هاي هاي الانيشال State الآن بدي أعمل description لها أول شيء بقول on table A مظبوط هاي A on table اون table B نعم هاي B على table طيب D فوقي A on D on A تمام C فوق D هاي C on D طيب C ما فيش فوقيها شيء معناته C is clear this is a fact B is clear مظبوط and the hand is empty the hand is empty طيب تمام هاي the current state لأن لما بدك إياهم يصيروا هيك ال A فوق ال D فوق ال B والC هون لحالها معناته بدي أقول هون ال state هاي on table B الستيت تاعي وان تيبل سي اون دي كوما بي كلير سي هاند امبتي طبعا هون كيف بدها تتحرك كيف بدي انقل هاي ال هاي ال ال الستيت من هون لهون كيف بدها تصير كيف بدنا تصير بدنا نعمل بلانينج هاو وي بلان الخطه اللي بدنا نضعها اول شيء ان ستاك سي ان دي يعني شو هون ان ستاك سي ان دي شو يعني ان ستاك يعني شيلهم افرطهم عن بعض السي بتصير هون والدي بتصير هون تمام هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية put down C بس ما تفرطهم مع بعض put down حط C طيب الآن أنا stack D and A طيب أنا لما أنا فصلت C و تمام وحطيت C لحالها والآن بدي أعمل D و بدي أعملهم أنا وبدي أحط D لحالها الهدف أني أنا بدي أعمل pick up لأيه واحطه فوق اي دي وبعدين او بيك اب ل دي احطه فوق اي بي وبعدين بيك اب لاي واحطه فوق دي وبعدين السي راح تضلها لحالها اذا ستاك بعد ما عملت ستاك للدي عن ان ايه حطه فوق اي بي بعدين بيك اب اي بعدين ستاك اي كوما دي تمام والسي راح تضلها لحالها تمام اذا لاحظوا انا بلشت من عند الان ستاك اذا هون ان طيب روحت شو بدي اعمل الان بوت داون سي لما عملت بوت داون سي الان اجى صار عندي هون اون سي كومه دي راحت وكلير سي لان هولد سي وكلير دي بوت داون سي تمام هذول شطبن من القائمه وهاي ش... وال... والهاند بطل يصير empty الان uh, هون الهولدز لسي راح لان عملنا بوت داون سي الهولز راحت الان انا ستاك دي كوما اي بدها تنقلنا لستيت جديده معناته اون دي اي راحت والكلير دي راحت والهاندز امتي راح ضل هذول موجودات الان بده يصير عندي آه ان ستاك ستاك دي كوما بي لما اعمل ستاك دي كوما بي بدها انتقل لهون اون دي كوما بي بدها تصير وهون الهولدز دي بدها تروح والكلير بي بدها تروح تمام بيك اب اي لما اقول له بيك اب اي معناه بدي انتقل لستيت جديده شو الستيت الجديده بتصير كلير uh, اي uh, لا بدها هون بدها تصير عندي هولدنج هولدز اي هولدز اي كلير دي اون دي كوما بي اون تيبل سي وكلير سي اون تيبل بي لا لما اقول له ستاك اي كوما دي بدي يروح الهولدنج وتصير اون اي كومبي دي والهاندز بده يصير امتي هاي البلان اللي مشينا فيها حتى نحول هذا الشكل من هون إلى هون means end analysis planning using means end analysis strips where the goal conditions are added to the agenda the goal conditions planning then proceed by popping the first condition from the agenda أوكي، okay. and if it is not already true, finding an operator that can achieve it. The operator's action is then إحنا بنحكي عن الأجندة هاي. عن الأجندة هاي، هاي الأجندة. لأن هذا الوضع هيك لما أعمل أنستاك شو اللي راح يتغير على هذا الـ Configuration؟ هذا راح يروح، هذا راح يروح، هذا راح يروح،, يروح، هذا تعديل على الأجندة. بعدين لما أعمل put down الأجندة هاي كمان راح تتغير شو اللي راح يصير عليها أي action مش موجود أنا محتاج ضروري أضيفه وإذا بطل إله حاجة راح بدي أروح عن الأجندة واضح هذا المقصود بعملية the planning achieving each of these three conditions require its own sub plan the process continues until the only thing left on the agenda are actions استمر هاي العملية حتى إنه ما يظل عندي على الأجندة إلا مجموعة من الأكشن If these are performed, the sequence the goal will be achieved وهيك منكون حصلنا على الـ goal Strips It starts with the three goals condition being added to the agenda On table لاحظوا On table A أوكي okay, صح B on, be on be A B on B A أوكي هاي B over A أو oh, on table A صح on table C, C on table هاي بدها بدا بلش هون the top most element on table A is already true so there is nothing to be done to achieve it it is popped from the agenda and discarded هون ال A موجوده وبالتالي ما ما مش راح اسوي شيء هاي بدي اشيلها من الاجنده the second term is not already true the second term is not already true. So the system find the stack operator to achieve it. Stack B, comma A is pushed into the agenda and the operators precondition clear A and holding B are pushed in the agenda. يعني أنا لازم أعمل clear ل A holding B تمام وStack B comma A on table C هذول كلهم موجودات على الأجندة تمام The process begins. Again, clear A is already true, so that goal is discarded without action. Holding B will become true after unstack B and C. The Mabfuk B and C the Sir holding B operation. So the operator is pushed on the stack together. Either unstack B, stack B comma A. with its precondition مع الشروط اللازم تحققها حتى تنفذ at this stage the agenda is clear B on B, C and stack B و stack B على A و on table C the top two goal in the stack are true so are popped from the agenda popped طاروا من الأجندة تمام the two operations and stack B, C and stack B are performed in that order the final goal on table C is already true and so it removed as the agenda is empty all the goals have been achieved كل لما تفضى عندك الأجندة كل إشي بكون succeeded إذا منلاحظ Box 3.2 Plan generation by strips for moving from initial goal state into figure 3.4 On B A اون تيبل اي هذولا تو فاكتس تابعات من هون الان كلير A بلاحظ هون كلير اي هولدنج بي انا هون اي بدها تروح لبي كلير اي هذا الوصف الحالي ها ل 1 كلير اي هولدنج بي بي على اي حط بي على A هاي ستاكد اون تيبل A و A راح تضلها اون تيبل طيب هولدنج بي. ستاك بي على A اون تيبل A تمام لانه الكلير هاي بدها تروح صارت خطوه جديده لان ممكن اعمل بيك اب بي stack BA on table A إذا بدي أقول holding معناه الإمساك pick up معناه الالتقاط state of the word conjunction of positive ground function free literal ممكن أقول له uh, مثلا at home and is at umbrella آه uh, coma home and can be carried umbrella and is umbrella umbrella and hand empty and dry إلى آخره بقدر أستخدم مجموعة من الروابط المنطقية للدلالة على uh, uh, logic إنه true or false وبناء عليه ممكن أستخد action not okay as part of the state not at home means negative at x not ground at bedroom of home uses the function bedroom any literal not mentioned طبعاً هنا strips language any literal not mentioned is assumed false other languages makes different assumption with the negative part of the state and mentioned in the literal. An action take object, take object location comma x, preconditions, hand empty can be carried at location, is at x comma location. يعني إذا أنا بدي أنفذ هذا الأكشن فهذا الأكشن له شروط مسبقة لازم تكون موجودة أو متحققة أو ليش تكون ذراع الروبوت فارغة it can برضو كمان it can be carried x x يمكن حمله وموجود في موقع معين و x is at at location في موقع او x is at location not something means that this something should be removed from state effect خلص ما انه انا بدي اشيله او take object معناته it should be removed هذا الـ effect معناته الـ effect بعد ما تنفذ هاي الشروط Uh, وانا عملت تيك للاوبجكت معناه انا هولدنج ذا اوبجكت ناو الان الهاند للروبوت از نوت امبتي وبالتالي نوت هاند از امبتي والشيء اللي انا مسكته بطل يكون في الموقع تمام هاي البوست كونديشنز او الاكشنز اللي راح تحصل ورك وذ امبريلا لوكيشن 1 لوكيشن تو امبريلا البري كونديشنز كيف بدي امشي بالمظله من موقع واحد الى موقع اثنين باستخدام الامبريلا انا في لوكيشن 1 تمام وماسك الأمبريلا holding umbrella is واللي ماسكه أنا is umbrella تمام ال effect الآن at location 2 بعد ما تتنفذ وبعدين not at location 1 أنا غيرت مكاني was still holding the umbrella walk without umbrella location 1 إلى location 2 preconditions at location 1 effect at location 2 بدون umbrella umbrella not at location one هذا انتفى الشرط هذا الإفكت not dry كمان لأنه أنا ما دام ما فيش umbrella معناته أنا إيش؟ خلص تبلبلت من المي الجول goal at work and dry إذا هذا ال goal، الـ goal شو؟ بدي أروح على العمل وأنا بدي أكون dry يعني إيش؟ جاف إذا معناته recall initial state، initial state أنا at home uh, is at umbrella home يعني انا في المنزل والمظله موجوده في المنزل كان بيكرد امبريلا يمكن حملها امبريلا uh, هي امبريلا مظله والهاند امتي وانا ناشف لغايه الان اذا هذول الانيشال ستيت وانا الجول تاعي اني بدي اروح على العمل واظل جاف معناته take object اول شيء اذا شو بنفذ؟ بنفذ التيك اوبجكت والتيك object فيه له شروط تمام؟ take object شو شروطه؟ at home and can be carried and is umbrella and dry and holding umbrella طيب، working with umbrella من home للـ work with umbrella معناته at work and can be carried umbrella and is umbrella, umbrella and dry and holding umbrella خلص انتهينا إذاً هون بدي أعمل holding هاي الـ initial state بدي أعمل taking للـ object وـ work with umbrella. والwork with the umbrella لازم هذولا كلياتن يكونن موجودات وهذولا كلهن يكونن موجودات طبعا هون goal تاعي وهاي الـ plan اللي هي take object and work with the umbrella هذول الـ plan الخطة problems in decomposition of task the technical term for when completing one sub-plan undoes the achievement of another is clobbering Solution, partial order planning system. The planner, in this case, commit itself to ensure that the operation for each subplan occur in order, but they can be proceeded, followed or interleaved with steps from other subplans. Once all actions for each subplan have been described, the planner attempts to combine the action in such a way as to minimize a clobbering. Al-Maqsood here in no. أنا ممكن أجزء المشكلة الكبيرة إلى مشاكل أصغر وأعمل بلان لكل مشكلة صغيرة وبعدين أعمل الهن كومبايننج مع بعض الله يعطيكم العافية بكون هيك انتهى عندنا التاسك تاع البلانينج المسألة بسيطة وسهلة ما عليكم غير بس تركزوا شوي في دراسته ونسأل الله لكم التوفيق